جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إحداهن تقول: أنا فتاة مسلمة محتشمة في لباسي، وأرى بعض الفتيات المسلمات وغير المسلمات يرتدين ألبسة سافرة، وأنا لا أستطيع نصح جميع هؤلاء النساء، وأحاول أن أغض النظر عنهن. هل يجب علي أن أغض النظر كما يغض الرجل أن الرجل نظره عندما يرى مثل أولئك النساء؟ جزاكم الله خيرا. نعم، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة كلها واجبة، فقومي بما تستطيعين من مناصحة أخواتك المتساهلات الحجاب ووعظهن وتذكيرهن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هؤلاء النساء المتساهلات في أمر الحجاب بالوعيد الشديد. قال صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحة. والسبب في هذا أنهن على هذه الصفات المنقوطة التي لا تتناسب مع عفة النساء وحياء النساء، فإن المرأة عورة، والواجب أن تستر نفسها عن الرجال وفي الأسواق وفي الأمكنة التي هي مجال للفتنة. قال الله سبحانه وتعالى لنساء نبيه: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. والمتبرجة هي التي تظهر زينتها، وإذا كان هذا لنساء النبي صلى الله عليه وسلم وهن أفضل نساء على وجه الأرض، فكيف بغيرهن من نساء المؤمنين؟ فهن أيضا أولى بهذا الأدب العظيم، وعليك بمواصلة النصيحة معهن. وقال تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، إلى آخر الآية. فنهى سبحانه وتعالى المرأة عن إبداء الزينة إلا لمحارمها، فالواجب عليك مناصحة هؤلاء النسوة وعدم الياس من هدايتهن.